الآن بعد أن تعرفنا على جميع المجموعات الوظيفية لنرى إذا كان بالإمكان تطبيق هذا على جزيء عضوي معقد قليلا، وسنبدأ بالأسبرين. والاسم الآخر للأسبرين هو أسيتيل ساليسيك أو حمض الأسيتيل ساليسيك أو الأسيتيل ساليسيك أسيد. نعم، ولقد عرجنا على مثال لحمض في الفيديو السابق كما تذكرون، يدعى الحمض الكربوكسيلي الذي يحتوي على الكربونيل كربون برابطة ثنائية مع الأكسجين. إذا نظرنا هنا هناك كربون برابطة ثنائية مع الأكسجين، ومن ثم في جانب واحد من الكربونين هناك مجموعة R بقية الجزيء، ومن ثم على هذا الجانب من الكربونين هنا مجموعة OH. إذا هذا حمض كربوكسيلي أو كربوكسيليك أسيد، السي اي هي اختصار الكربوكسيليك أسيد. عند النظر إلى هذا الجزء من الجزيء هذا الكربونيل وهنا مجموعة R، ومن ثم هناك الأكسجين على الجانب الآخر من الكربونيل وهو مرتبط مع بقية الجزيء كما ترون هنا. نعم، لا يوجد هيدروجين هنا، لذا هذا مشتق من الحمض الكربوكسيلي. وفي الفيديو السابق شاهدنا أن هذا المشتق من الحمض الكربوكسيلي يسمى إستر. نرى هنا هذه الحلقة على اليسار، إذا هناك حلقة في هذا الجزيء في جزيء الإسبرين، ونسمي هذه الحلقة أروماتيك، الحلقة الأروماتية آسف، كما في المثال في الفيديو السابق. وأيضا يمكن أن تسمى أرين. أردت أن أفسر ما هو الأرين في الفيديو السابق لكن لم أقم بذلك، إذا سأحاول إنهاء ما بدأته في الفيديو السابق. نرى هنا رابطة ثنائية، قد تعتقدون أنها هذه الكينات، طبعا هي ليست كذلك. نعم، أروماتية. إذا الكلمة أرين جاءت من أنه يمكن أخذ المقطع أي من الكين والمقطع AR من أروماتيك ونحصل على أرين، إذا نسمي هذه بالحلقة الأروماتية أو الحلقة أرين. انتبهوا لا نشير إليها كالكين نهائيا. إذا هذا المثال يشمل ثلاث مجموعات وظيفية كما رأيناها هنا، حمض كربوكسيلي، إستر، وحلقة أروماتية. لنأخذ مثالا آخر أكثر تعقيدا، هذا أموكسيسيلين وهو مشتق من البنسلين، ديريفاتيف أو بنسلين. البنسلين لديه عدة مشتقات وكلها لها وظيفة المضادات الحيوية. طبعا جميع مشتقاته تختلف في العادة من الجانب الأيسر من الجزيء. إذا لننظر إلى هذا الجزء من الجزيء حيث يحتوي على كل مشتقات البنسلين. هنا لدينا الكربونيل والنيتروجين بجانب هذا الكربونيل كما ترون، طبعا كما قلنا نسميه الأمايد كما في الفيديو السابق. إذا لدينا الأمايد هنا، هنا نرى كربونيل آخر مع مجموعة OH على جانب واحد ومجموعة R على الجانب الآخر. طبعا كما تعلمون هذا الجزء هو حمض كربوكسيلي كربوكسيليك أسيد. هنا لدينا الكبريت مع مجموعتي R على الجانبين، ما هو؟ السلفايد. سلفايد، أحسنتم. وعند السير هنا لدينا النيتروجين، انتبهوا قد تعتقدون أنه الأمين لكن هذا النيتروجين مرتبط مع مجموعة الكربونيل، إذا هذا أيضا أمايد. نعم، هناك اثنان أمايد في هذا الجزيء. عند الوصول إلى هذا النيتروجين يجب الحذر، يجب النظر إلى ماذا؟ إلى الكربون المجاور له، وهذا الكربون هو ليس كربونيل، لهذا هذا ليس أمايد، هذا هو الأمين. نعم، أمين. سأتابع، دعوني أتابع، تابعوا معي جيدا. هناك حلقة أروماتية مرة أخرى وموصول بها مجموعة الR الكاملة على اليمين، إذا أروماتيك، ومجموعة الOH موصولة بها على اليسار، يمكن أن نسميها مجموعة هيدروكسيل وهذا مصطلح آخر للOH. نعم، أعتقد أنكم سمعتم بهذا من قبل، إذا هيدروكسيل. وإذا كان لدينا مجموعة هيدروكسيل يمكن أن نسمي هذا الكحول، إذا مجموعة الOH مع مجموعة R نسميها الكحول، الكحول، وهذا نوع خاص من الكحول. ما هو؟ مجموعة OH تخرج من حلقة أروماتية، إذا الحلقة الأروماتية زائد الكحول هو نوع خاص من الكحول يسمى فينول. طبعا الفينول شائع جدا في الطبيعة. نعم، شائع جدا في الطبيعة. إذا قمنا بتفحص جميع المجموعات الوظيفية في الأموكسيسيلين، لنذهب إلى جزيئين آخرين وأنا متأكد أنكم سمعتم بهما من قبل، وهما المورفين والكودين. لنرى ما هي المجموعات الوظيفية التي يمكن إيجادها في كلا الجزيئين هنا، المورفين والكودين. سأبدأ هنا في المورفين، ويمكن رؤية الحلقة الأروماتية، إذا هنا أروماتيك. نعم، وأيضا لدينا الكحول هنا،
الكحول، ونعلم أن هذا نوع خاص من الكحول يسمى الفينول. إذا الكحول زائد الحلقة الأروماتية يعطينا فينول بهذا الشكل. هنا لدينا الأكسجين في المركز مع مجموعة R، نعم على كلا الطرفين مجموعتين من R. إذا هنا هذا يعني لدينا الإيثر، نعم هنا لدينا مجموعة الهيدروكسيل أو الأوأتش موصولة مع بقية الجزيء. إذا هذا كحول، الكحول رائع. هنا لدينا رابطة ثنائية في الحلقة لكنها لوحدها، انتبهوا لوحدها، نعم إذا هذا فقط ألكين وليس حلقة أروماتية. ومن ثم أخيرا نصل إلى هنا للنيتروجين، ويمكن رؤية أن النيتروجين ليس موصولا بكربونيل. إذا هذا يجب أن يكون، أحسنتم، أمين. إذا لدينا أمين هنا، وهذا جزء من حيث جاء اسم المورفين. إذا المورفين أخذ الشق الأخير من الأمين، انتبهوا. الجزء الآخر من الاسم جاء من آلهة الأحلام مورفياس. مورفياس، نعم. إذا المورفين، أعيد، جاء من اسم آلهة الأحلام مورفياس ومن الأمين. إذا أخذتم الكثير من المورفين ستحصلين على الكثير من الأحلام، أعتقد أنها ستكون مزعجة. الكثير من المورفين قد يقتلكم طبعا، انتبهوا. المورفين هو مسكن عظيم، بعد العملية يستخدم المورفين لتهدئة الآلم، ولسوء الحظ فهو يسبب الإدمان، لذا المرضى قد يدمنوا بسرعة عليه. نسأل الله العافية. وهناك عدة مشتقات للمورفين والتي لديها نفس التأثير لتخفيف الألم، وواحد من هذه المشتقات هو الكودين، ويمكن رؤية الصيغة البنائية للكودين على اليمين، ويمكن رؤية نفس المجموعات الوظيفية. لاحظوا أنه يحتوي على نفس المجموعات الوظيفية، هنا الكحول وهنا الألكين، هنا الأمين مرة أخرى، هنا الإيثر، وهنا الحلقة الأروماتية، وهنا الفرق، والفرق الوحيد بين المورفين والكودين، والفرق الوحيد بين المورفين والكودين هو بالمجموعة الوظيفية هذه. على الجانب الأيسر هنا الكحول موجود في المورفين، وهنا في الكودين بدلناه بالإيثر. إذا تغيير مجموعة وظيفية واحدة فقط سينتج مركب جديد. نعم، الكودين ليس بنفس تأثير المورفين في تخفيف الألم، وأيضا لا يسبب الإدمان بنفس القدر. إذا الكودين يمكن استخدامه في تسكين الآلام ذات الأقل شدة، وهذا يسمح لنا تقليل خطر الإدمان عند المرضى. درسنا العديد من المركبات هنا، وجدنا الكثير من المجموعات الوظيفية. طبعا يجب عليكم الآن البحث عن مركبات عضوية أخرى وتفحص مجموعات وظيفية فيها كما فعلنا هنا. نراكم.